86 خلى ذكرى كبيرة جميلة جدا. أنا ما عمرنا غنساوها، يعني كانوا فيها تبارك الله الأبطال ديالنا الكبار، الغريسي، بودربالة، التيمومي، هادو ناس ما عمرنا غادي نقدروا نساوهم لأنهم كانوا أبلوا البلاء في 86. وافتقدنا هذا الفريق هذا لسنوات عديدة جدا، والآن إن شاء الله تنظن أن هذا الجيل الجديد غادي يفكرنا أكثر في 86، ويفكرنا حتى في 70. نتوما كنتوا باقي صغار على 70، مكسيكو 70 غادي يفكرونا فيهم، لأن تبارك الله هاد الشباب وصلتوا هاد الفريق اللي اختار العزلة، العزلة نهضروا شعبيين شوية، هاد العزلة اللي دار وليد كنظن أن عزلة في محلها وغتكون معها الغلبة، كيقول لك العزلة والغلبة تعاود مزيان. فأنا احنا جد متفائلين أن المغرب إن شاء الله غادي يدير شي نتيجة مزيانة، ولدرجة الأول مرة منذ سنين عديدة تنشوف دابا الأصدقاء ديالي والناس اللي كنهضر معاهم تيقول لك وغادي نديو لكم. شوف العمل فين مشى، جوينا هاد القضية، تيقول لك غنديو لكم، يعني كاين واحد الثقة كبيرة في الـ في الـ في الـ في اللعابة ديالنا، وكنتمنوا لهم التوفيق. وما كاينش شي حاجه اللي غتمنعهم، لانهم حتى هما لعابه دوليين ولعابه معروفين. وكنظن ان تبارك الله وليد اللي هو مغربي، وانا دائما كنت نقول ومع المدرب المغربي ومع دائما مع المنتوج المحلي، لان كيبقى فيا ملي كنجيبوا واحد اجنبي، فوليد ولد البلاد ومغربي وروح، وغادي يخدم معاهم ماشي على قبل الفلوس، وانما غيخدم معاهم على قبل الرايه ديال المغرب، على قبل الروح الوطنيه. وكنظن هاد الروح الوطنيه الان مزروعه فينا احنا كاملين، فعندنا امل كبير ان شاء الله اننا نحقوا نتيجه. ولكن يكفي اننا نكونوا ديجا احنا حاضرين، هذا راه ديجا من انجاز اننا نكون للرايه المغربيه مرفوعه في قطر، فهذا بحد ذاته فهو فهذا بحد ذاته راه انجاز.